السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. المهم اخوتي، دابا راه الساعه تقريبا نوريكم شحال، تقريبا هادي اخوتي، ها هي راه 3، هذه 3 و7 دقائق اخوتي، وكنت ناعس. يلا ناعس تقريبا مع ديك الوحده ونص هكا. وفاش وقت اخوتي دابا فيقوني مالين الدار اخوتي، شنو لقيت مسكينه خديجه كتوجع ديال بصح مسكينه، صبري، لقيتها فيقاتني هي والوالده كتوجع، صافي جدات الوجع ديال الولاده. المهم اخوتي، هذا الفلوق ديال الولاده، نتمنى يدوز كلشي بخير وعلى خير. واسكيطا دعي مع كاع البنات، ياك دعي مع كاع البنات، الله يسهل عليهم. وبغيتك دعي مع المغرب، راه لاعب غدا، دعي معاهم ان شاء الله يربحوا. المهم اخوتي، دابا غادي نجمع ليها حوايجها، وغادي نجمع ليها كاع الاوراق ديالها. ومهم خليكم معنا اخوتي، وفرجة ممتعة. خديجة مسكينة، الله يسمح لنا بالوالدين، ياك. المهم اخوتي، هادشي راه كانت ديجا هي جامعة، غير شي حوايج يلاه زادتهم، وكانت كتوجد تصور لكم فيديو في القناة ديالها. كيبقى يجيك متقاطع، إذن صافي اليوم ان شاء الله غادي تولي ان شاء الله. صراحه اخوتي داكشي نيت ترى بالاجل ديالو ان شاء الله داكشي. المهم يكون خير. المهم اخوتي، دابا غنجمعوا هادشي. صراحه فقت مربز مرتبك مخلوع، ما كنتش كنحس بهذا الاحساس هذا. كنقول لهم فيقوا بنات تبيعه، خالتي واش نوض فيق؟ كنقول لها مالك، شنو بغيتي؟ كتقول لي نوض فيق نوض فيق. المهم اخوتي، دابا هادشي غادي نجمعوه ياك، وغادي نشوفوا واحد شويه، وديك الساعه نهبطوا للسبيطار ياك. المهم اخوتي، دابا لقيتوني الوالده مسكينه مربزه، كتجيب لي هادشي وكتقول لي شنو ندير، حيت انا صراحه ما عارف ما ندير. الوالده هي اللي كتجيب لي هادشي، انا ما عارف والو اخوتي، والله ما عارف شي حاجه فيهم. هادو المهم المانط ديال هادي ديال الدري الصغير، وهادي ديالها هي، حيت هادو ضروري كيحتاجوها. وهادشي دابا ندو اخوتي معنا للسبيطار، خلوه في الطوموبيل حتى الا طلبوا، قال لنا صافي راه تولد وهذا، وان شاء الله يكون كلشي عندنا ان شاء الله. المهم اخوتي، كاينه هادي وكاين هاد الصاك، هذا فيه كاع داكشي ديال الدري الصغير ياك. المهم وكاينه المخده، وتماك راه شي حوايج تماك، خصني الوراق ديال خصك العقد ديال الزواج، وعقد الزواج وكلشي خصها اخوتي قلب عليهم دارو. ما عقلتش فين كاينين، وقيلا عرفت ما عرفتش نقلبو. المهم اخوتي نقلب ونشوف خوتي. المهم الحمد لله راه لقيت الوراق، ها هي اهم حاجه انا عندي هي العقد، هو هذا ها هو. وعاد هنايا الوراق ديال الطبيب كاملين، وقيلا راه كيحتاجهم. هادشي قالت لي الوالده، قال لها كيحتاجهم وغنديهم معنا، باش الا احتاجوا شي ورقه ولا شي حاجه نعطيوها لهم، شي تحاليل ولا شي حاجه اللي ديجا دايره. المهم اخوتي، اهم حاجه هو العقد. دابا شنو عندنا؟ عندنا هادشي غادي نهبطو اخوتي للطوموبيل معاكم، نهبطو هادشي للطوموبيل، نخلو خديجه تمشي شي شويه حتى تحس براسها شاده الوجع بزاف، وديك الساعه نهبطو اخوتي للسبيطار. وما يكون غير الخير اخوتي، ودعيو كاملين، واخا نتوما ما كاينش، ولكن راه دعوتكم بحال راه كديو معنا. شكرا بزاف. المهم دابا غادي نهبطو هادشي اخوتي. هيا اسكيطا مسكينه كتوجع بزاف، الله يسمح لنا بالوالدين، وحق الله شتي الاحساس كي داير. المهم دابا راه حسات براسها الوجع بزاف، ومشى وجا بزاف ديال المرات، وحسبات ليه الوقت كلشي هذاك. يلا نمشي، يلا نهبطو نهبطو الدروز اخوتي، عاد نوريكم داك الشيء اللي قاد ديت. يلا سكينة صبري صبري، ما خصوش تسوى الدروز عندنا كاملين، غير صبري صبري. الحمد لله الحمد لله على كل حال خوتي. المهم ها هو هادشي كما قلت لكم، ها هو قد ديتو هنا اللور، باش اي حاجه طلبوها لنا خص يطلبوها لنا نجيبوها. ما ديوش عليها خوتي، راه مربز بزاف. خدوزه يلا ركبي ركبي ركبي، دخلي نسد اخوتي هذا، الله يدير لي فيها الخير، الله يطلق صحه على خير يا رب، ما يكون على خير. سيري سيري، الله مسكينه كتوجع. شوف اخوتي مسكينه غاده، والواليده شنو قالت لينا؟ قالت لنا مسكينه غادي نبقى نمشي في دودان، نبقى نزدح فيهم باش تفتح الوالده ديالي. المهم اخوتي، نتمناو غير هذا تكوني. المهم دعاء خديجه، كوني شجاعه، انا راه مربز، ما ديوش عليا والله. دعي مع البنات اللي ما مزوجاش، الله يسهل عليها، واللي باغا الاولاد الله يسهل عليها. يا ربي امين، يا ربي لا تحرم، لا تحرم شي وحده مسكينه من هذا الاحساس ديال الامومه.
المهم اخوتي هي راه صراحه شدها الوجع ديال بصح اصلا سيمانه وهي شدها الوجع كيبقى يزورها ويمشي يزورها ويمشي. واليوم سبحان الله العظيم اللي نعست بكري حيت انا الوحده ونسكك عندي راه بكري ما كنصرف بزاف. المهم نعست شويه يلا سحلت نعسات حتى امي فيقاتني وما باش تخلعني الوالده وما باش تخلعني وكتقول لي حسن نوض نوض. كنقول لها علاش غنوض؟ قلت لها شنو؟ قالت لي غير نوض بغيتك وصافي. فاش نوض قلبت فاش حليت عيني قلبت خديجه واش حدايا ما لقيتهاش حدايا عرفت صافي. ملي مشيت للصاله لقيتها الوالده مسكينه مسالي حوايجها وكتصبر وداك الشيء. المهم الدراري وحق الله الى الوالدين شي حاجه مهمه في الحياه الله يسمح لينا منهم. حسبت كل 3 دقائق. المهم حنايا اخوتي هادشي كامل اللي غادي تصور في هذا الفلوغ هذا راه غادي يكون بحال هكا. انتوما طلبتوا منا صور. غادي يكون عشوائي راه ما غاديش نصوره لكم اخوتي ما كناش موجدين ولا هذا. المهم اخوتي هادشي اللي كاين. المهم دابا نوصلوا للسبيطار ونصور لكم ان شاء الله شنو غيكون وشنو غادي يقولوا لنا ونتمنى ربي يفك على خير وفي خير. احنا وصلنا للسبيطار يا ربي يفكك على خير وفي خير. المهم اخوتي ها هو السبيطار ديالنا في قلميم ياك. المهم دابا نهبطوا اخوتي وغادي نشوفوا شنو غادي يقولوا لك اخاتي غالبا غادي. المهم انت صبري ان شاء الله يا ربي تولدي غير ولاده عاديه ان شاء الله. الله يفكك على خير وفي خير ان شاء الله. دوزه مسكينه. المهم دابا اخوتي حنا ندخلوا السبيطار. الله يصبري صبري دابا ما يكون غير الخير ان شاء الله عندك. زيدي هذه الطليعه هذه عندنا اخوتي واحد الطليعه ولاده. يلا زيدي راه عرفتي اللي بينا اخوتي. انا نوريك السبيطار ديالنا كي داير خدوش. يلا الله يفكك على خير. يلا زيدي دخلي دخلي ما يكون غير الخير ان شاء الله. دابا غادي نمشيو عندهم ونشوفوا اش غادي يقولوا لينا. اخوتي راه كتسناه فارغ الصبر كتسناه فارغ الصبر. الله يفكك على خير يا ربي. خوتي ديو لي مرتي هي الطفل صافي علاش انا ما نمشيش معاكم. خوتي سدوا عليهم الباب يا ربي ما يكون غير الخير يا ربي. المهم دابا هذا هو غنوريكم على هذه البلاصه كامل فين كاينين غنوريها لكم اخوتي. خوتي وحق الله ما كنتش كنقول بانني غادي نكون مربز لهذ الدرجه هذه. والله ما كنت كنقول راه بزاف اخوتي حيت اول مره راه تالف بزاف. المهم الدراري شوف 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 ما كاين حتى شي واحد سبيطار خاوي ما كاين حتى واحد. شوف 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 وهنا تبارك الله قداش. المهم الدراري دابا راه دخلات وغادي نشوف اش غادي يقولوا لها. غالبا اخوتي غادي تولد اليوم الله يفك على خير وبخير وان شاء الله ما يكون غير الخير خوتي. المهم دابا هنايا كاتبين اوقات الزياره من 4 حتى ل5 والدار الصغار ما كاينش حنا اصلا ما عندناش الدار الصغار. ولكن اخوتي سولت الوالده قلت لها واش يمكن لي ندخل عندها الا ولدت. قالت لي راه عادي راه نتايا راه خصك تدخل ضروري عندها. ومن بعد ابخي وقت الفطور الله يجيب لها الفطور ووقت الزياره من 4 حتى ل5 راه يجيو عندها اللي غيجي عندها صافي هادشي اللي كاين اخوتي. المهم الدراري اهم الناس كامل اللي كنعاودها كل مره الله يبارك على خير. قالت لك الوالده الا ولدت دابا حيت دابا تقريبا قبل الفجر حيت الا ولدتي مثلا في نهار واحد ما تخرجش نهار زوج فهمتي. دابا هي راه فاتت 12 ويكون غير الخير ان شاء الله. خوتي مع الدوخه وراكم عارفين الدراري اول مره ولا داكشي نسيت بسطامي فيه الوراق فيه الفلوس فيه كلشي اي حاجه نحتاجها نسيتها. المهم دابا غادي نمشيو نجيبو بعدا داكشي نمشي نجيبو البسطام اخر ديال بنت خالتي فيه الفلوس وداكشي. المهم غنقضيو غرض الا خصاتهم شي لاكارت ديالو شي حاجه ديك الساعه نمشي نجيبو من الدار صافي هادشي اللي كاين اخوتي. خوتي المهم دابا راه ساعه قالوا لنا سيرو راه بغينا لاكارت ديالها ولاكارت ديالي. المهم غنمشي دابا للدار غنمشي نحاول نجيب اي حاجه ممكن نحتاجوها ودعاء مسكينه انا عصا قريه الصبح ما بغيناش نفيقوها. نحاولوا اخوتي نجيبوا داك الوراق وما يكون غير خير ان شاء الله. دابا راه غنمشيو للدار ونشوف. عرفتو اخوتي وانا غادي والله الا مربج بزاف ومخربق علاش لحقاش انا شنو غادي وكنقول يا ربي خديجه غير تولد ولاده عاديه طبيعيه واهم هذه اهم حاجه وتكون هي والجنين صحه جيده. والله الا قبل كاع قبل ما يشد الوجع دابا شي يومين ولا 3 ايام كنقول لها شوفي
اين فوا يشدك الوجع اول حاجه دعي مع كاع البنات الله يسهل عليهم ويفرحوا حتى هما حيت راكم عارفين الاحساس ديال الامومه اي بنت كتمنى اي بنت كما كان واللي ما مزوجاش الله يزوجها كنقولها ديما دعي معاهم الدعوات هادو وعاوتاني قلت ليها شوفي دعي مع المغرب كنقولها دعي مع المغرب يربحوا ويطلعوا ان شاء الله وان شاء الله اخوتي نتمنوا ما يكون غير خير وهادشي اللي كاين الدراري المهم انا غير بغيت نقول لكم هاد الهضره هادي تفكرتها وقلت غنقولها لكم دابا راه صافي قربنا للدار نديو الوراق ونمشيو نرجعو نشوفو شنو كاين الله يدير لي فيها الخير خوتي المهم راه زمانهم دابا لاكارت قالوا لي راه المهم باقي هي يا الداخل باقي حنا ما عرفنا والو المهم هما يعرفوا العنوان وسميتها وكنيتها الطريقه الجديده ديالها داكشي المهم المعلومه ديالها اللي في لاكارت المهم دابا راه كنتسناو اخوتي اي جديد اي حاجه كانت غادي نقولها لكم اخوتي اسكيتا ها هي خرجوا عندنا اخوتي قال لها خصها تمشي شويه ياك هزوا لك الدم بيديروا لك التحاليل كي حسيتي خوتي خرجت عندنا اسكيتا ما تما قلنا ممنوع التصوير حيت عرفنا اخوتي ماشي كاين لك سبيطار عادي ومن حقهم اخوتي قالنا ممنوع تما تصور لك بلاصه المهم الدراري راه لاباس حيدو منها الدم باش يديروا شي تحاليل وصافي وغادي تبقى تمشى قالت لها باقي خصك تمشي شي شويه وان شاء الله ما يكون خير دابا مشى اخوتي نجيب شي قهيوه وشي حاجه ونرجعوا ان شاء الله نشدو ستون شي قهيوه اخوتي خوتي المهم احنا جينا عند مول القهوه شفتوا هذا الشيء مريقل هنا حدا السبيطار الله يلا الدراري خدامين الله يسهل عليهم بنادم قاتل من والو انت شتي والله ما عندك ما تسال المهم غندي اخوتي شي مادلين وشي حاجه ياك وندي شي قهيوه شي حليب بالسكلاط ونمشيو اخوتي خوتي المهم هيا قهيوه جبنا قهيوه ناضيه ديال بصح والله الا واحد الريحه ما شهيتكم فيها ياك بلاتها خوتي نوريكم اللعيبات اللي جبت واحد مادلينات واحد بيمو ها هو صافي خوتي حسينا بالجوع صافي ما نسد الجوع بهذا الشيء هذا تتولد خديجه ان شاء الله ما يكون الخير ونقصو ديك الساعه الرفيته دابا كنا لداخل حدا الباب وعرفتي كتغوت كتسمع صوتها الله يلا ما قديش نبقى تما وحق الله الله يحسن العون يا ربي فك على خير وبخير صراحه كنحس بواحد الاحساس وما يمكنش كتحس بها كتشوفها كتغوت وكتالم الله يلا الله يسمح لنا من الوالدين وحق الله راه كما كتعرفوا اخوتي راه صراحه جاننا تحت اقدام الامهات والله راه ما يمكنش اخوتي عطيه لا الم بزاف وحق الله الله يسمح لنا من الوالدين وصافي سينا قد نقول والله يوا يا ربي فكها على خير دابا راه كنتسناو حيت راه واقيلا دابا كتولد المهم خديجه خليتها باقا مسكينه من شي جوج ونص من شي جوج ديال الليل تقريبا حتى لدابا دابا راه شي سبعه ديال الصباح ثمانيه جديده وسبعه قديمه وباقا مسكينه كتوزع باقا ما ولاتش وان شاء الله تكون على خير وبخير دابا جيت للدار باش نفيق دعاء نصيفطها للمدرسه وديك الساعه نرجع عندهم السبيطار صباح النور زبونه وانتي ما عندك ما فقتي ما انا وياك بحال ميتين واش فراسك بحال هذيك بجوج انا كنت ميته ومن عرفتي هي مسكينه كتوزع وكتغوت وحنايا كاع ما كاينين في هذا العالم نمشي معاكم لا خصك تمشي تقايشه والقرايه هي الاولى شوف انا كنوعدك مع تخرجي ان شاء الله باذن الله غادي تلقاي ولد خوك كاين شكون غيقول لك يا ربي ضرب على التسويه دوز بالزربه يا ربي مشكل عندي فرض عندك فرض ايوا سي خصك تمشي تركزي في الفرض ديالك فكري فرض كلشي ان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان شوف تخيلي معايا دعاء دابا انت غادي تولي عمه عندي واحد صاحبتي عندها الحنا كنبقى عند باش تخرج خديجه كندير اخوتي فرحانه المهم ان شاء الله غادي تولد ويكون كلشي بخير وعلى خير خوتي المهم اخوتي الحمد لله خديجه ولدات بخير وعلى خير ودابا غنديو لها الفطور ونوريكم شنو غنديو لها ومن بعد غادي نوريها لكم اخوتي المهم اخوتي هنايا بالنسبه لهادي وجدت لها الوالده فيها هنايا شي سخونه ياك ودات لها الفرماج وكتوجد لها الحليب وباقي غادي ندوزو اخوتي نديو ليها شي حاجه برا ناخذو ليها شي حوايج برا وبالنسبه اخوتي بغات الوالده دير لها البيض وداكشي ولكن هي ما كتاكلش داكشي وما كتقدش كاع تاكل المهم دابا اخوتي هادشي اللي غنديو ليها وان شاء الله فاش غادي نمشيو عندها وغادي نوريكم اخوتي كلشي خوتي كي دايره لاباس عليكم المهم عند الدراري راه مشينا دينا لها فطور وقالوا لنا صافي تيجيبوا الوراق ديالكم ويجيبوا داكشي ديالكم باش صافي تديوها ان شاء الله المهم اخوتي دابا غادي نمشي جيت للدار باش نعاود ندي الوراق وندي داكشي اللي خصني وبغيت نقول لكم راه ما كنصورش لكم في السبيطار لحقاش خديجه
ولدت في السبيطار عادي ومين كست صور الناس كيكونوا تما الناس والسبيطار منها فيه التصوير داكشي علاش اخوتي وهنايا في قنمي ما عندناش فيها كاع هذا ما عندناش فيها كلينيك كان واحد وما بقاش خدام اخوتي وحنايا بغينا تولد هنايا لحقاش بغينا نديرو اسبوع وداكشي هنا في قنمي وملكش نتولد فيها قاعدين نعاودو نجيبوها داكشي فهمتو اخوتي المهم هذا هو السبب علاش ولدت هنا وعلاش ولدت في السبيطار عادي المهم اخوتي دابا غادي ندير الوراق ونمشي نجيبها ان شاء الله وديك الساعه نوريها ليكم وتهضروا معاها وتشوفوها يلا اخوتي خليكم معايا اويا مرحبا على سلامتك اويا يا الاسكيتا الام ديالنا هاي هاي المهم اسكيتا قولي بيت كان اهم حاجه اللي بغيت نسولك عليها واش دعيتي مع كاع البنات دعيتي مع كل شيء ضروري ضروري مع اي واحد الحمد لله كاملين التجربه ديال كي دازت صعيبه الصراحه ياك صعيبه الله يسمح لي بالوالدين الصراحه من جوج هما راه شافوا كل شيء اصعب حاجه دازت لي في حياتي هي هذا الحاج وحق الله ربي يسمح لي شي دابا حسيتي بالام وحسيتي بالمعاناه ديالهم تعذبت صراحه والله تعذبت بزاف اخوت الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونشكره ربي راه وليدنا هذاك ايوا شتي بعدا الحمد لله كل شيء بخير دابا راه وليت شويه الحمد لله وشكرا على الدعوات ديالكم كاملين اللي صيفطوا لي في انستغرام راه دخلت شفتكم راه ما قدرتش نجاوب كل شيء ولكن شكرا لكم بزاف راه كنبغيكم وكما قلت لهم سمحوا لينا حيت ما قديناش نصوروا اليوم حيت السبيطار عادي راه ما يمكنش نصوروا ما يمكنش نصوروا الشومبر اللي فيها انا فيها بزاف العيال حنا فيها سته وما جاتش انه يصور اصلا ممنوع الداخل انك تصور وتا برا ممنوع تصور انا يا صور دوك اللقطات وداكشي فاش كنت داياك المهم في اخر حنايا وعدناكم فلوق الولاده حنايا داكشي اللي قدينا نديروه داكشي كيما كان صورناه اي حاجه قديت نصورها لكم اخوتي صورتها لكم واللي ما قديتش نصورها لكم راه غير حيت ما يمكنش ليا نصور وصافي المهم اخوتي بغيت نقول لكم الاشكي طحطت لكم تاهي فيديو راه غادي تلقاوه لتحت ديسكريبشن غتلقاو فيها الفيديو ديالها وفي اول كومونتير ودعوا مع اخوتي والله يسهل على اي بنت يا ربي امين الله يسهل على اي بنت بغات الوليدات يا ربي والله يسهل على اي بنت كتقرا الله ينجحها والدراري تانتوما الله ينجحكم الله يعطيكم اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله وكنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وشكرا بزاف على الدعوات ديالكم شكرا بزاف على الكومونتيرات الزوينين ديالكم راه قريت الكومونتيرات درت لكم قليبات المهم شكرا لكم وراها في الفيديو ديالها راه عاودت لكم المعاناه وكيفاش داكشي كامل داكشي كاع اللي داز عليها قالت لكم المهم اخوتي وصلنا لفان نتمنى يعجبكم الفيديو بسلام عليكم اي طاكم بكم نروح عليكم